اي اسئله تاني؟ لا يا مستر. مستر احنا ممكن يا ريت، اصل انت في النيو لوك ده رجال منين؟ والله ما عنديش مانع. ايه يا دودي مالك؟ مش مركز انت خالص النهارده من ساعة ما انا دخلت. اتكلم بصراحة. طبعا اتكلم بصراحة، احنا مش متعودين ان احنا نتكلم مع بعض بصراحة يا دودي. انت اللي مش عاجبني يا فاطين. انت قصدك يعني علشان اللبس اللي انا لابسه ده؟ ايوه. ما انا يا دودي لو احكي لك هتعرف ان انا لبسته غصب عني. ما انت عارف فاطين. بس حاجة غريبة قوي يا دودي، انت الوحيد اللي مش عاجبك اللبس ده مع انه كل زمايلك عجبهم قوي. علشان انت علمتنا ننظر للجوهر مش للمنظر. عندك حق، بس ما تزعلش، انا فطين من جوه ما اتغيرتش. اوعى يعني تكون فاكرني فرحت لما طلبوا يصوروني باللبس ده. بالعكس يا دودي، انا اكتشفت ان المظهر الخارجي للاسف ليه تاثير كبير قوي اليومين دول. انا بحبك قوي يا فاطين. وانا مش زعلان منك يا دودي علشان قلت لي الصراحه. وكما قال لاو تسي، الكلمات المخلصه لا تكون رقيقه. والكلمات الرقيقه لا تكون مخلصه. برافو عليك يا دودي. بس سيبك انت بقى، ها قول لي ايه رايك وانا بقى لابس كاجوال كده، مش جامد؟ جامد قوي. يا لمياء بقى، لمياء يا حبيبتي اضحكي بقى في وشي بقى. ده انا فاطين حبيبك. لمياء اضحكي طيب وانا هصالحك. ما انا عارفه هتصالحني ازاي، هتوديني الاهرامات تفرجني على عظمه الاحجار الكريمه في الهرم. لا يا لمياء، المره دي بقى هوديكي المتحف، هوريلك هناك كام تحفه ما يتغيروش عنك. انا تحفه يا فاطين؟ لا لا ما لا ما انت لسه دلوقتي قايل ان انا تحفه. لا لا تحفه تحفه حلو تحفه قمر قمر فاطين. نعم. عارف لو ما قمتش من جنبي دلوقتي انا هعمل فيك ايه؟ ايه؟ والله العظيم ثلاثة هطلع جناني عليك وهمسكك اكسرك. لا 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 خلاص خلاص انا عارف يا ست خلاص. يلا امشي امشي. حاضر. ايه ده؟ مجنونه جامد دي قوي. عم علي عاجبك؟ عاجب حضرتك يعني ده؟ لا طبعا مش عاجبني. بص يلا انت لازم تدق على الحديد وهو سخن. مش فاهم انا يعني قصدك ايه؟ يعني لازم تبقى جامد حامش، انت دلع وخرع، ايه الحاجات دي؟ عايزك تبقى اسد. اسد ماشي عندك حق والله يا عم علي. اه هوريك بقى الاسد دلوقتي. وريني بقى الاسد. بس ما تزعلش عشان دي بنتك. ها يلا. على فكرة بقى يا كريم، انت كنت رائع تجنن فظيع. تعال نشرب حاجة في الكافيتيريا. تعال هنا يا هانم. رايحة فين؟ وانت مالك؟ مالكش دعوة. يعني ايه مالكش دعوة يا لمياء؟ انت مفكرة نفسك ايه؟ مخطوبة لمين يعني؟ الفاطين مدرس الدراسات الحلو. امشي يلا كريم من هنا امشي. لا حبيبتي انا في وقت الجد ببقى اسد. سيب ايدي يا فاطين بدل ما هكسرك، وانت ما تعرفش انا ممكن اعمل فيك ايه دلوقتي. اهو هتعملي ايه يعني يا لمياء؟ عايز تعرف هعمل ايه؟ ايه؟ تعالي. ايه رايك بقى؟ اعمل فيك ولا لا؟ سيبيدي سيبيدي وجعاني قوي وجعاني. مش هسيب، وريني هتعمل ايه. طب سيبه نسيب سيبه نسيب. مش هسيب. ها؟ عم علي عاجبك كده؟ عم علي عاجبك كده يا بابا؟ رد عليه. ايوه عاجبني يا لمياء يا بنت عاجبني. يلا امشي. هو ده كل اللي حصل يا عم انس من ساعه ما نزلوني الفجر لحد دلوقتي، واللي زود الطينه بله بقى اللي عملته فيا لمياء حبيبتي. انا بصراحه فوجئت، كل ده علشان غيرت لبسي. طب كل
كل يا فطين، تلاقيك على لحم بطنك من الصبح. لا يا عم انس، انا الحمد لله سكلت ضرب مره من الششتاوي، ومره من شيكو مدريد، ومره من لمياء حبيبتي. تخيل يا عمي لمياء، انا بصراحه فوجئت كل ده علشان غيرت لبسي. اللي بصراحه فوجئت، بصراحه فوجئت، ما انت من يوم ما خطبتها وهي كده ومش هتتغير. بس انا النهارده فوجئت يا عم انس، وكلكم بقى والواد اللي اسمه كريم ده كوم تاني خالص، لازق لها كده وفاكر نفسه حليوه، قال ايه علشان بيمشي لي على الحبل. يلا يلا بس يا فاطين، كلي انت البساره بقى وقولي. قولي قولي ايه رايك في البدله دي؟ الله، لا حلوه حلوه قوي قوي. ايه الشياكه دي؟ وحضرتك راح تتصور؟ اتصور ايه بس يا فاطين؟ لا اصل مدام اشجان اتصلت بيا، هي كل ما بتيجي المانيال بتيجي تتصور عندي، قالت جايه بكره. تعالى تعالى بص بقى، دي صورتها وهي في الثانويه العامه. دي ودي صورتها لما اتخرجت من الجامعه. دي دي صورتها لما جت اتصورت عندي اول مره. بس عامل ازاي؟ مكسوفه قوي. ودي بقى اخر صوره اتصورتها عندي، بقالها سنه فاتت. ذكريات عبرت افق خيالي، بارقا يلمع في جنح الليالي. ياه، ده انت بتحبها قوي يا عم انس، طالع رومانسي زي ابن اخوك فطين. ما قلتليش بقى، ايه رايك في البدله؟ لا حلوه قوي بصراحه يعني، بس انا مستغرب يا عم انس، ازاي حضرتك يعني بتحبها كل الحب ده وما قلتلهاش طول السنين اللي فاتت دي؟ من اول مره دخلت المكان ده خطفت قلبي، قعدت اصور فيها يجي ساعه واتلكع عشان تفضل اطول فتره ممكنه قدام عينيا، وكل ما اديها ميعاد عشان تصور اجله تاني يوم عشان اشوفها تاني. وهي يا عم انس ما حسيتش انك بتحبها؟ مش عارف بس انا متهيألي يعني ان انا كنت حاسس ان هي حاسه بيا قوي يعني. طب ما قلتلهاش ليه يا عمي؟ وخلصت وخلصتنا. كل ما كنت اقول لها الاقي نفسي مش قادر، لحد ما اتخرجت واتجوزت وخلفت وولادها اتجوزوا كمان، وبعدين جوزها توفى، قلت فرصة. بس ده فات 25 سنة. 25 سنة؟ يا خبر أبيض يا عمي، ده روميو بجلالة قدره قعد يحب في جولييت هم شهرين مفيش غيرهم، وبعد كده موت نفسه. بس ما تقلقش، لسه في أمل. بجد يا فطين؟ أيوة يا عمي بجد. بص يا عمي، طول ما هي مفيش حد جنبها زي اللي ده يبقى في أمل. صدقني يا عم أنا حاسس بيك، وكما قال الشاعر: لا يعرف الحزن إلا كل من عشقا، وليس من قال إني عاشق صدقا. بعدين يا حيلة يا نيلة، وبعدين يا عار العيلة. أنا مش عار يا بابا، وبعدين أنا خلاص تعبت، ممكن بقى ادخل اوضتي؟ يعني زمان الدنيا كلها عرفت ان انا اتثبت في محل الششتاوي عشان انت خيخه، سبتهم يحطوك في شوال. اولا انا مش خيخه يا ميشو، ثانيا انت كل اللي همك منظرك وبس، مش همك بهدلة اخوك. ثالثا بقى، لما انت زعلان قوي كده ما نزلتش انت ليه؟ ما تتكلم عدل يالا، بدل ما اقوم الطش لك. تلطش لمين يا ميشو؟ تلطش لنا؟ ده انا اخوك الكبير يا ميشو. صح، ما انت اللي يخليك تقول كده قدام ابوه. خلينا اصدقك. قوم يا ميشو لطشلي، قوم لطشلي، ما انا بقيت ملطشه النهارده. قوم يا ميشو. خلاص بقى يا فطين. الله الله، يلا ادخل اوضتك دلوقتي. حاضر 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 يا ميشو، ما انا لازم اقول حاضر يا بابا عشان تحسوا بالانتصار. حاضر هدخل. استنى. نعم. ما تزعلش يالا. أنا مش يالا. خلاص بقى. ميشو بص، ما تزعليش تاني. ما تنساش إن أنا أكبر منك بخمس دقايق يا ميشو. مش كده يا بابا؟ والله ما أنا فاكر مين نزل قبل مين. طالما عمل شغل جامد معاك في المدرسة. لدرجة إن لمياء خطيبتي سابتني يا ميشو.
عندي ليك طقم تاني يرجعها لك. لا يا عم كفاية قوي لحد كده يعني، كفاية اللي جرالي وانا تصبح على خير يا فاطمة. انت من اهل خير يا ميشو. كانت هذه أول مرة أشعر فيها بحب أخي ميشو لي، وإذا كان هذا اليوم هو يوما شاقا لما تعرضت فيه لكثير من الآلام والأوجاع، إلا أنني أعتبر هذا اليوم هو أسعد يوم بالنسبة لي، وذلك لاكتشاف أن ميشو قلبه ينبض بالحب ويحس، ولكنه لا يبوح مثل عمي أنس، أي أنه قد ورث خصلة من خصال عمي. إذن هناك جزء نظيف ما زال موجودا لم يتلوث، ومن هنا ازداد أملي ويقيني في تغيير أخي ميشو، وأستطيع أن أقول أن حبي قد ازداد له في هذا اليوم أضعافا كثيرة. أستطيع أن أقولها الآن بصوت عالي، أحبك يا ميشو. سمسمه صباح الخير يا سمسمتي الحلوه، كنت رجعت بقى امبارح بالليل متاخر فما رضيتش بقى ازعجك. الروايح الجميلة دي على الصبح يا عمي. تعال يا فضيل. صباح الخير يا عم أنس. صباح الحب يا حبيبي. صباح الحب. ايه الرومانسية دي؟ حلو قوي، واضح ان حضرتك صاحي من بدري. من الفجر. ها ايه رأيك؟ ايه رأي ايه؟ هو في احلى من كده يا عمي؟ ورد وتفاؤل وابتسامة.